ربي ندعو كل التوانسة بجديد مرة أخرى ثبتوا من الإيعان سفيه ولا اللي قدامكم سفيه. شو الكلام القبيح هذا؟ أرجع 21 فيفري شو؟ في المجلس الوطني التأسيسي والحصة اللي تمت فيها قول هذاك، هل أني قلت كتاب إرهاب أم خطاب إرهاب؟ نحب نفكر الناس اللي الميشن هذه اللي احنا خلينا منها شوية، هو جاي فيها حبيب اللوز باش يعتذر على خاطره هو بعد ما قال كفر منجي الرحوي، جاي في الراديو قال منجي الرحوي هذا معروف بعدائه للإسلام، معناه يثميش حاجة أكثر من هكا، جابوه باش يعتذر في عود يعتذر ويسكت ما ينجمش. قال لا، قال خاص السيد هذايا راهو عنا عليه سوابق، السيد هذايا في المجلس التأسيسي راهو مسجل شدد كتاب القرآن هكايا ويقول هذايا كتاب إرهاب، والحالة اللي فيديو موجود على يوتيوب وظاهر كيف تعالي الصوت يقول خطاب إرهاب، معناها سي توتا في نورمال باش منجي روحي ما سابوش. قال هيك الفيديو موجودة وتفرجوا فيها وقولوا شكون سفيه، يا أنا يا هو سفيه، معناها ما قالوش كيف يكذب واحد راجل سياسي في الدرجة هذيك، أي اسمه سفيه، اللي يكذب اسمه سفيه. فهمت؟ ما فهمتش علاش هالبوليتيك مون كوريكت نتاع شنو معناها يقولوا لفلان كذاب ويقولوا لفلان سفيه، اللي يكذب برشا مرات يتسمى كذاب واللي يكذب برشا مرات يتسمى سفيه.